ابن عمي ابن عمي مزبوط الحكي؟ عن جد انا طلع عندي اخ؟ يخرب بيتك دغري، يعني قلتي لا يخرب بيتك شو حراره لواصه. ايه طلع عندك اخ وهلا كنت جاي خبرك. وينه هلا اخي ابن عمي؟ شحوك بيت ابوك يا ابو النار. الله يخليك الله يخليك، بقدر شوفه؟ ايه ليش لا بتشوفيني؟ فوتوا فوتوا نضبوا لجوا نشوف لمين. شو تبعتي خلي عند امي انا. اهلا وسهلا عمي ابو النار، شرف شرف، حلت علينا البركات، شرف يا حيا. الله يزيدك شرف، فوت يا ابي فوت. وين فايزه؟ خليها تجي تسلم على اخوها. تك يا عمي تك. فايزه فايزه تعالي فايزه تعالي. بشبكي ليش هيك تخبيتي وراي؟ روحي سلمي على اخوك. روحي اهلين اختي. شبك لك فايزه؟ تعي سلمي على اخوك تعي. روحي لك فايزه شبكي؟ هذا اخوك من لحمك ودمك، روحي لا تخجلي. الله يرضى عليك. بدي ايدك يا بنتي شبك اخوك يا تسلمي عليه. اهلين اخي. كيفك يا اختي؟ الحمد لله بخير. بنتي ليش والله يبين راسك تدك اخوك يا شرف عبد ابو النار. شرف يا شرف يا ابي شرف. الله يرضى عليك. لنا قهوة شاي يا ابي شاي. شاي برات شاي. شرف الله يرضى عليك. اهلا وسهلا شرفتونا.